موقفها الرافض لأي خطوة من قبل الاتحاد الأوروبي من شأنها تسليح العصابات الإرهابية في سوريا، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، وذلك من خلال دعوة رسمية وجهتها إلى 26 دولة في الاتحاد الأوروبي. أصبحت ارتدادات الأزمة السورية تثقل كاهل الدول الغربية لشدة تعارضها مع شعارات لطالما تبجحت فيها رياء ومفاخرة كحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. بعض من هذه الدول ومنها النمسا استفاقت من صدمة الكذب الكبيرة التي ساقتها بعض الدول الأوروبية ووسائل الإعلام على حقيقة الإرهاب الذي يمارس على الأرض السورية. النمسا التي رفضت سابقا دعوات باريس ولندن لتسليح الإرهابيين في سوريا وجهت وزارة خارجيتها دعوة رسمية إلى 26 دولة في الاتحاد الأوروبي لرفض اتخاذ أي خطوات من جانب دول الاتحاد لتسليح المعارضة السورية. وقالت الخارجية النمساوية في رسالتها التي كشفت صحيفة دي بريس النمساوية أن أي رفع للحظر عن تسليم الأسلحة ستكون من نتائجه إنهاء مجمل العقوبات على سوريا التي لا يمكن أن تمدد إلا بالإجماع. والخطوة النمساوية الأخيرة تتطابق مع مواقف سابقة لها ولعدد من دول الاتحاد الأوروبي كفنلندا والسويد ودول البلطيق وإستوانيا ولاتفيا وليتوانيا التي رفضت جميعها رفع الحظر عن توريد الأسلحة للمعارضة في سوريا. دير القديس